يعني شفتوا؟ مش شفته يعني مش لاقي كلام اقوله إيه؟ بصراحه ينفع كده اللي هو عمله؟ معقول ده عذاب يا بنتي اللي انتوا كنتوا فيه. ايه اللي حطهولكوا ده؟ شفتي؟ ايه ده؟ لا ونادل شفتي كان في الاول عايزني انا اتحبس لوحدي وهو يمشي. لا بس عيب. وانا مال انا؟ عيب. انت مالك؟ ما انت كنت بتضحك عليا والست من الاول قايله لك ان انت جسمك ده اساسا خلاص غير صالح للاستخدام الادمي. انا؟ ايوه الست كانت قايله لك وانت كنت بتكذب عليها مش راضي تترجم لي لولا ان انا عرفت كده بلغه الاشاره. طب ما انا قعدت معاك اهو. قعدت معايا عشان لما انا عرفت وانت اتفضحت. اما اتزنقت يا اخويا. لا ده كان في الاول قال ايه عايز يفهمني انه قال يعني هيقعد معايا بجميل يعني مش عايز يسيبني فقعد معايا وهو اصلا المشكله كانت عنده هو انا اللي مفيش حاجه يا عيني. طب وخلصت يا سلام هربتوا؟ هربنا مع البرانيس زي ما انتوا شفتوا مع البرانيس. بص بقى انا جوعت بصراحه بعد القصه دي. ايوه فهنطلع فاصل نروح نحضر بقى لقمه ناكلها كده ونرجع لكم تاني. يلا يلا بينا. مش فاكره انا نسيت ايه. انا نسيت اعمل حمر البانيه كده الاكل قليل مش مهم بقى. يا شوشو ايه يا ماتي في ايه؟ مفيش يا حبيبي تعالى يلا نودي الاكل. تعالى يلا انا جوعت. تعالى اهو ده انتوا منورينا. عارفين يعني ايه منورينا؟ بصوا انا ما رضيتش اتقل انا عملت حاجات خفيفه كده ده بجد عشان ايه قلت بما انه عشاء فننام خفيف خفيف. صح لكن تعالوا لي بقى في مره الساعه 4 كده تلاقوا ايه ده خفيف خفيف. لا ما تمدوش ايدكم بقى غير لما نيجي بقى. انا عارفه شغل الضيوف ده. يا نهار اسود. حاجات بسيطه والله. ماشي صلى الله. حاجات خفيفه دي خالص. مش كنتوا جبتوا البنات معاكم؟ سؤال والله كنتوا جبتوا البنات وكل واحد فرخه. مش عارفه انا حسيت بكده. امال ايه بجد والله دي حاجات بس هننقنق فيها لحد ما نتعشى. ده اللي هو الابيتايزر. لا ده كان ابيتايزر. اوكي انا عايز اروح. خفيفه جدا حاجات بسيطه خالص. اوكي انا شبع عشوائيه يعني. تعالى يا مادي. نقنع يعني. تعالى تعالى يروح فين يا حبيبتي مفيش مكان. يا نهار اسود. بصي كوبايه العصير. بصي كوبايه. اوعى يا عدي. ايوه عدي. دايما يعمل فيا الحركه دي. عارف ان انا بغير بيبهدلني. مش هخص الخناقه دي خالص. فين مش قلت لك روح هات الشواك؟ ما قلتيش حاجه والله. قلت لك هات الشواك على مالك. والله انا كتر ربنا. والله يوم اجيبها. والله يعني انا مش عايز. الله يخليك. يعني مش عايزكم تتضايقوا يا جماعه. تعبت والله. انا طبخه. بصي اعتبروا نفسكم في بيتكم. الله يخليك. حاجات خفيفه. ماشي يعني مش عايزاكم ايه تحشي في الحاجات دي من الصبح. انت بايدك. انا باكل بايدي. انا شوك انا وايه. انت بصي امسكي الفرخه. لا انا بقرف على طول. هي الفرخه مره واحده. لا ده على بق واحد. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. يلا احنا ايه هنقلق مع بعض. طب انت يعني انت خدت بقيه الشوا. هي هتاكل بيها. هو هياكل. انت مالي. شكرا. اوكي هات بقى البقى انا اشيلهم عشان عارفه ايه سرقه السرفيس دي. انا عارفاها فجاه الاقي الشوك ناقصين اثنين واقول مين نفتكر. تقول امي. انت بتقول امي. عندهم في رمضان بلاقي الحاجه اقول لها الله يا هدى الطقم ده حلو وتقول لي يا اخي جاي لي كادو. حصل. انا فاكره بتتهم امي والله في الاخر. يا لا اله الا الله. دلاكيك. لا امك ما بتسرقش الشوك. دلاكيك. امك بتسرق هدوم. بتاخد فلنيه. انا اسف. انا اسف يا طنط والله. طنط ايه بقى؟ لا طنط ما بتتفرجش عندها عمى ليلي. يلا كله 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 بقى. بص مش عايزاكوا تتكسفوا. يلا يعني بسم الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تضربي الفرخه دي على بقى. لا شكرا. لا انتوا هتتكسفوا بقى. لا 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 والله ابدا. والله ما تتعبي نفسي. صدر ولا ورك؟ والله ما تتعبي نفسك. رد عليا. هنغب. بتحب ايه؟ صدر ولا ورك؟ ورك. خد اهو ورك اهو. حبيب قلبي. انا سيبيني. انت صدر. انت محتاجه صدر يا واد يا لماع. كفايه لك بقى. اشكري. كولي. اشكرك جزيل الشكر. ابو النبي حلوه والله العظيم تحفه. والله حلوه. بتحبوا الممبر؟ اه. طب يلا
ايش ايش شو الشطاره دي؟ ايش شو الحلاوه دي؟ طيب تسلم ايدك. طب انت ما خفتيش ان هو ممثل ومشهور وبتاع لما جه يتعرف يعني يتعرف عليكي؟ لا هو رباني. يعني انا اتربيت على ايده، انا اتجوزت 19 سنه. والله صغيره جدا. هو علمني كل حاجه وعودني يعني ايه انا في بيتي ايه وبره بيتي ايه، وطالما انا في الاثنين واضح وصريح انت مالكيش عندي غير كده. غير كده يعني اي حاجه تانية بعد كده تحت امرك، لكن طالما انا ماشي بما يرضي الله زي ما بيقولوا خلاص. اتعلمت واحده واحده الشغل والتمثيل والمعجبات ويعني هو الراجل انا بشوف خصوصا البنت لما تكون صغيره الراجل هو اللي بيديها الثقه. هو اللي بيخليها تبقى واثقه في نفسها قبل ما تكون واثقه فيه. صح. فهو علمني كل حاجه حقيقي. لا انا جامد قوي. اه يا جدع. لا عاجبك يا جدع. انت ده انت ده يا مسيطر يا عسل انت. بقالكوا قد ايه متجوزين بقى؟ ايه؟ بقالكوا قد ايه متجوزين؟ 16 16 سنه. ما شاء الله. 16 سنه. 16 سنه متجوزين. تحملين بعد لحد النهارده 16 سنه وربنا يستر. وهتكملوا؟ فاضل لنا كام سنه ونخرج؟ مش عارفه. لا باين مش عارفه تسعه باين. انا جوعت بصراحه. حتى ايه؟ جوعت؟ كل يابا يلا يلا اتفضل والله تعال خد الرقاق. تاكل تاكل خد الرقاق. ما اكلتش رقاق انت. اوعى انا اكلك بق. اسم الله يا غالي. اسم الله يا حبيبي. حلو حلو. اسم الله. انا مقصره. شوشو انا مقصره معاك والله مقصره. ليه مش متاكلين زيها؟ انا مقصره انا بعترف. لا بجد هتبقى مشكله. انا مقصره. اكليه. انا مقصره جدا. اكليه. لا متضايق قوي يا شوشو. ازاي يعني انت بتاكلي جوزك و... لا صفى بقى عشان تاكله. اهلا. لو سمحتي مش معنى هم انا هقوم انا اكله. اوبا. لا اهو لا ارجوكي عشان انت شفت انا بفرقي يعني جدا. بصي لا لا طيب عايز ايه؟ يلا كوشة. اسمها كوشة. اصبت الاختيار. قلت لك 100 مره اسمها كوشة دي. ايوه مكرونه. ايوه لا خدي حته كبيره المكرونه البشاميل. يا حبيبتي انت هتقعدي تقطعي. النبي يا رب امسكي الطبق كده في ايدك واكلي جوزك كده ببقه عشان ما يهرتلش على نفسه. عشان ما يهرتلش على نفسه. ما يهرتلش كده. لا معلش واخده كمان. لا ايوه ايوه ما ترفعش ايدك. ما ترفعش. حط ايدك تحت. ايوه الف هنا كده. خليك براحتك. ايوه كده لا تمام كده. انا كده اتعشيت واتغديت وكل حاجه الحمد لله يا حبيبي. اللهم دمها نعم. دايما عامر والله بيتنا. دايما والله دايما عامر يعني انتوا اي وقت تيجوا كده تبقوا جعانين تعالوا بس كلموني. وهاتوا معاكم حاجاتكم. وهاتوا العيال وراحتكم. لا العيال ايه اكل وبتاع ظبطوا. ايوه طب يا يلا حبيبي كلبوزي هياكل ايه؟ ها؟ ايه ده؟ طب هنطلع فاصل على ما اكل مادي واشبعه وهرجع لكم تاني. يلا استنوني. كل يا مادي غير ياخدونا في الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل وانا الحقيقه مش قادره ابص لأحمد وهو قاعد جنب مادي. ليه؟ حاسه ان في حاجه. ماشي تخ شويه بس. وقعت مني. حاضر حاضر. اتفضل يا استاذ مادي. حاول بقى انت معايا. انت واخد منه المكان كله. ما تفسح له كده شويه. انا حاسس ان الكنبه دي هتطلع بينا كده. فسح له شويه. اهو مش عارف بس فسح له مش كده يعني. خلاص تمام انا كده مرتاح والله يا شوشو. بجد؟ خلاص انت كده مرتاح. ممكن اقعد هنا. حط ايدي هنا. ده هي كمان بص قاعده يا مادي رجلها واصله الارض. انا نفسي رجلي توصل للارض. مش عارفه اعمل ايه. انت ازاي رجلك واصله كده وانا اللي رجلي مش واصله للارض. البسي كعب شويه. لا ده مش الكعب. انت حتى لو من غير الكعب هي لما بتلبس كعب بيتكسر. انت بتفضحني. انا اعمل لك ايه بتفضح كده يا خلاص انت يا خلاص. عرفت بقى انا بحبه ليه. شفت الكرش ازاي. انا عرفت انت بتعملي ايه. طيب بما انكم بقالكم 16 سنه ما شاء الله خمسه في عين العدو يا رب وفي عين الحسود. بقالكم 16 سنه متجوزين. فاحنا عايزين نختبر مدى توافق العلاقه دي بينكم عامل ازاي. اوكي فهنعملكم انتوا الاثنين قصاد بعض تختبروا بعض.
اوكي؟ اوكي. كل واحد فيكم هياخد السبوره دي. ماشي؟ ومعاك القلم اهو الحلو ده. اوكي. معاك الاستيكه بتاعتك. الله. وتحلي بقى. الاستيكه. يلا دي الاستيكه. انا هسالك سؤال. فانت تكتب الاجابه وهي تكتب الاجابه، وبعدين تلفه في وقت واحد فنشوف كتبته زي بعض ولا لا. قول لي ايه اكتر اكله هدى مش بتحبها؟ اكتر اكله هدى مش بتحبها؟ معروفه. يلا لف لف. هوبا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ برافو. جامدين قوي. لا جامدين. ده مستحيل بقى يا معلم، يعني ممكن تاكليها بعوضه، لكن دي مستحيل. معرفش، مع اني بعشقها، مع اني بعملها حلو قوي وبتعملها حلو قوي، مستحيل ادوقها. ليه؟ وبتطلع مظبوطه ازاي يا شيخه؟ مش عارفه والله العظيم. طب ليه مش بتحبي يعني؟ معرفش. دقتيها وانت صغيره ما عجبتكيش؟ الزفاره يمكن، او الدهن الكتير. ما مش بحب الحاجه الملزلزه دي. تاخدي عليها كده على صينيه البطاطس. أنا صح يا احمد؟ وتبقى كده معموله كده في الفرن وطالعه محمره، ما تعرفش هي ولا البطاطايه. ايوه. يا خراشي. تاكليها كده، تاكلها كده بقى، وتقطع بالعيش كده حته اللحمه وحته البطاطس. جوعنا لحمه وبطاطس. طب يلا بقى اقوم اجيب الاكل تاني، لسه شايلاه في الثلاجه، اكيد ما لحقش يبرد. ولا اعمل سندوتشات خفيفه؟ لا والنبي خلص. والنبي لانشونات وجبن. سندوتشات مفتقه كده. والنبي خفيفه يعني. لانشونات وجبن. لا والنبي حاجات خفيفه. خلاص هقوم اعمل سندوتشات سمنه. سمنه بيه. سمنه بسكر. الله يا خراشي. ليه؟ ايه اللي بتقول يا حبيبتي؟ انت بقيتي ممقوته. لا ما خالص. لا اكلتك خفيفه. مين اللي ممقوته دي يا ماما؟ لا بجد مش عايزه اسمع ماما دي تاني ابدا. فمش شكلها ماما بتوترني. ماما انا طيب طيب خلاص بلاش اكل، بلاش سندوتشات. ماشي بلاش. سؤالي لهدى بقى. اسال. اخر مره احمد قص شعره امتى؟ قص شعره؟ قص شعره خالص يعني؟ ما تبصيش لبعض. لا وقت الحلاق. حلاق. حلاق ده السخن؟ يا لا ده ايه؟ ماشي. ايه الكلام الكتير ده؟ يا الصبح؟ ايوه النهارده. صح. ده انت حالق لنا بقى عشان جاي لنا بقى. ايوه عشان شفته والله صدفه. ونقطه للحلقه الجامده جدا. اوعى. ودلوقتي انا اللي هسالك يا احمد. اتفضل يا استاذ. قول لنا ايه لونك المفضل؟ اتفضل. اوكي خلاص يلا. الاحمر. اوعى المسخسخ اهو. نقطه للاحمر. اموت في المسخسخ. اموت انا واعيد السنه. ايوه اموت انا واعيد السنه وافضل اعيد 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 اعيد. مش هبطل اعاده ابدا. يلا يلا يلا. سؤالي لهدى بقى. ربنا لو احمد ما كانش ممثل ولا فنان خالص كان يشتغل ايه؟ لو ما كانش ممثل اكتبي على يا ظابط وممثل. يعني انا بالنسبه لي هو ولا عمره كان هينفع يعمل حاجه غير انه يبقى ممثل للاسف. صارت هو بيراضيكوا بالاجابه دي بس عشان تبقوا فاهمين بس. لكن لا، هو احمد لو وقف التمثيل في حياته، حياته وقفت. تعيش يا احمد وتمثل لنا اعمال حلوه وتفضل كده تمتعنا بيك وبفنك. طيب احنا كده خلصت المسابقه الاولى دلوقتي. احنا بقينا فريقين. انا ومدودي فريق. وانت وهدهوده فريق. وانا وهدودي فريق. اوكي. انت ومدودك وانا وهدودي. ماشي بالظبط. طيب اللي هيحصل بقى كالاتي. انا هسحب صوره واوري لمادي الصوره. فمادي يشرح لي اللي في الصوره من غير ولا ما يقول ولا حرفوره. اوكي ولا حرفوره. دي فزوره. طبعا دي فزوره بالمشاوروره. ماشي اوكي. يلا نبتدي. يلا يلا. اعدلي. ايه مقلوبه؟ اعدلي بجد كده كده. ايه راح فين؟ ايه ازازه مياه غازيه. طيب طيب. ايه أنبوبة؟ تمثال؟ تمثال؟ تيشيرت؟ تمثال لابس؟
تمثال قلع؟ تمثال لابس. ايه؟ ايه ده؟ وست؟ الله يكون في عونك بصراحة. بلوزة؟ بصراحة الله يكون في عونك. بلوزة؟ فستان؟ فستان؟ غلط. غلط؟ أمال إيه؟ ده مانيكان؟ ولا بيعرف يشرح. ولا كل ده ما بعرفش أشرح؟ تعمل لي كده وتقول لي فوق إيه؟ كده يعني إيه اللي فوقيه كده؟ إيه ده اللي فوقيه كده؟ يعني اكبس أي حاجة. أيوه اكبسه بالبس. خسرتنا الله يخرب بيتك. بتبتدي عليا. صلى على النبي صلى على النبي. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. يا ساتر لا حول ولا قوة. منك لله يا شيخ. منك لله شوفك ساعة سودة. لا احنا نجيب مأذون بقى مش هينفع كده. يلا نلعب. يلا نلعب. يلا انت بقى يا احمد. انا اللي وريها الصورة وهي هتشرحها له. ده بجد والله؟ انا اللي هشرحها له؟ ايوه زي ما ماجي عمل كده. اقلب ولا لا ما. لا 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 زي ما تمام. المفروض اقوم امثلها يعني؟ لا 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 فنجال قهوه اكسبريسو كوبايه ثلاث محاولات كوبايه ادي واحد هو خلص فنجان وقهوه واسبريسو خلاص احنا ازاي يعني طب فاضل واحده هي مج برافو كسبه بيفهمني بقلبه شايف واخد بالك شايف عايزه ايه قلبي شلوبي كمان ماجي كلوبي شكف مع مين شايف يا رب جنابك تخس اشوفك في الغابه يا شيخ ان شاء الله بحب جنابها ما عشان هي بتحب جنابها برضو اشوفك في جنينه الحيوانات انت بتحبي جنابك انت يا بطه حبي جنابك يا بطه انا بدلعهاش يلا ورينا الصوره وريني الصورة يلا خلص عشان اعرفك المكسب يبقى ازاي ايه ده يس 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 اوه هو يس يس دي مش كلام دي ولا ايه لا لا يس يس دي اداء صوتي بتاعتك انت عشان افهم معلش وي بلاي ستيشن برافو مادي 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 اعمل لهم الرعشة يا مادي مادي ودي فايدة تالتة لك ده انا كنت حبيبي فايبريش انا بقى يلا انا بقى هو ده بقى هتوريه ولا اعرف اقول لك اي حاجة بس ربنا يخليك معلش شكلنا قدام الناس يلا ما تقلقيش يا حبيبتي انت جوزك حلو وعسل يا حبيبتي انت زي اللي انا متجوزاه سكر ازاي ماشي اقلبي كده شتفه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لا انا عادي انا اشوفها لما انا مش هتكلم هنغش ما انا مش هتكلم اوكي خلاص ماشي دي سهله دي برافو النور لمبه اباجوره برافو برافو لا لا ايه شوشو طب ماشي ها هنخش بقى على الليفل مالك انا بتعد مالك يا ماما انا احب اقعد على كنبتي براحتي لا ماشي. دلوقتي بما انكم انتوا كسبتوا فاحنا هنحكم عليكم حكم تحكموا علينا احنا اللي كسبنا وانتوا اللي هو السيستم كده عندنا في بيتنا ماشي اتفضلي اديله البورد اهو فين القلم انا خدت البورد اهو اديله القلم يا مادي عيب الحاجات دي يا مادي خدت القلم يلا امسكيها كده وانت كمان امسكها كده بالطول لا بالطول بالطول اوكي يلا شايفين بعض كده وانتوا ماسكينها لا 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 انا عايزاكم تشوفوا بعض اهو شوفوا بعض ارسموا بعض ارسموا بعض ايوه يلا بشكل تخيلي مش لازم بالظبط يعني علشان اللي هيرسم اوحش هو اللي هيتنفذ عليه الحكم النهائي بقى صعب جدا بالظبط حاولوا ترسموا بعض في احلى صوره اتفضل يلا يعني حد يفهمها ان احنا مش بنعرف نكتب اصلا لا لا عادي هنرسم يعني انا يعني سهله عادي احمد ابتدى يعني ما تضيعش بجد والله ايوه ايوه دي موزه عندكم دقيقتين بس خلي بالك حاولي شوفي يعني في الاخر أنا خلصت. عندنا لا بجد انا سريع سريع جدا مش انا ماجي قعد يرسمني في 7 شهور وفي الاخر لقيته رسم انت هتتخض من الرسم دولاب شبشب دولاب انا شبشب انا شبشب لا هو يعني ما هو شبشب لا انت بتعكر هو اللي رسم مش انا يعني انا اللي شبشب لا هو اللي رسم يبقى انا اللي شبشب اتخانق معاه هو لا واتخانق معاه هو ما قالش ان هو رسمني شبشب
ايه ده فعلا؟ لا هو قال لي الشبشب ده بيرمز يا حبيبتي لان انت الحاجه اللي مخلياني اكمل الحياه وامشي فيها. الله. فانا فرحت واتبسطت وصدقته. خلصتي؟ يا حبيبتي وانت خلصت؟ طب يلا هنقول واحد اتنين تلاته ونلف. وقع قمر وهي رسماه وتوضى ولا ايه؟ ده وتوضى ابن حاجه؟ لا يعني في هو ده عفريت عامل ملاك؟ انا يعني وبعدين فنان. خدي بالك انا رسمت قمر ماليش دعوه. والله العظيم شفت الودان؟ لا والجناحين ما شاء الله. لا هو العينين عندها جويتر جحوزي شويه صح؟ انا اساسا مجنح. هو ايوه بقى هو ده اللي عندي. عجبك عجبك. وهو البنطلون طويل ولا مفيش رجلين؟ ده مش بنطلون اصلا. ده شورت. لا تخيل ده مش بنطلون. ده خيال. انا مش لاقي. انت مش لابس بنطلون واسع يا ماما. شورت شورت. مين اللي يرسم يا حبيبتي؟ كده هستهوى انا. سؤال بس انا كده هستهوى. انت ملبساه جيبه ولا من لا والله بنطلون بس نسيت البسه الشراب. الشراب ده مفيش رجلين اصلا. ايوه ولا ايدين. عامل ايه؟ وبعدين مناخيرك حرف جي واخد بالك؟ حرف جي؟ لا صحيح. دي لام. كان لازم اعملها الجي هي. لا احنا مش في الرسم يعني. طيب خلاص يعني بما انه يعني لا بس هو احمد كسب. بص هقول لك على حاجه. هي انت كرييتيف مش هنكر. صح. انت كرييتيف ورسمتها بقلبك. ايوه. بس القلب ده دايما بيودي في داهيه. وبما ان انت استنصحت وعملت فيها ناصح والسيارة رسمت شخص هي شايفاك كده مش ذنبنا انت. أوكي. شعرك ناعم هي رسمك كيرلي مش مشكله. من غير رجلين مفيش مشكله. دي وجهه نظري. فانت أنا. اللي خسرت. فدلوقتي الحكم كالاتي. اوعي تقولي لي اكل. لا ما. هتقلد لنا تامر حسني اقرب حسن. صاحب ليك. لا وهو بيتكلم او بيغني. لا والله ما اعرف يعني. خالص؟ لا والله ممكن اقلد لك مين؟ حد تاني بس. ماشي انت اعرفيه بقى. ماشي ماشي. هتاخد البورد بقى وقلد لنا اي حد انت عايزه. الغطا يا مادي. ايوه حبيبي يا مادي. مادي ده صاحبي من واحده في الحضانه والله. يا انت كنا بنخرج نشيش على قهوه واحنا في الحضانه والله. صدق ايه قطه؟ انا مش قطه انا بطه. بطه والنبي بطه. طب حد تاني حد تاني. انا ماليش دعوه بالموضوع ده اطلاقا. انا ماشي في حالي كده ماليش دعوه بحد. مش فاهم يعني مش عارف اقول الكلام يعني. طب خلاص اخر حكم. اوكي تاني معلش اخر حاجه بقى. ايه بقى؟ عايزاك تقول لهدى كلام حب. بس كلام حبه دبش كده. بطريقتك في كلام على ورق. في كلام على ورق فرق حبيب قلبي. دي اللي وقعتني بقى يعني. شفتي دي اللي جابتها؟ شفتي يا مادي؟ شفت الكتكوته دي؟ دي ست الكتكوته والله. وبعدين ايه؟ ايه؟ بحبها بجد؟ وايه تاني؟ بحبها قوي وخلف منها اربعه. اربعه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله من عينيكم. لا يا حبيبتي دي ليه؟ كده بتعمل لي كنافه. وانا بحبها سخنه وباكلها كلها. يح يح. يح يح. وح وح. وح وح. الله. وبحبها قوي قوي قوي. ايوه ايوه. يعني بجد ربنا يخليكم لبعض. يا رب. وشكرا ان انتوا نورتونا. وربنا يا رب يخليكم كده لبعض بدل 16 سنه 16,500 و700 سنه. ويا رب يخلي لكم البنات وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا وتشوفوهم عرايس. وبجد ميرسي ان انتوا نورتونا النهارده. لا ده احنا اللي شرفتوني والله. بجد والله شرفتني. ميرسي على العشاء الحلوه دي والقعده. واحنا كمان يعني انا دمعت من كتر الضحك اقسم بالله. يعني بجد انا مبسوط ان احنا جينا معاكم. الله يخليك. ده احنا اللي شرفنا.
وبجد انا مبسوط وحاسس ان انا خرجت طاقه وخرجت ضحك. وانا كمان بصراحه ممكن ابقى كده بس والله ميرسي. الحمد لله ويا رب دايما بتضحكوا وفي سعاده ومبسوطين. وكانوا منوريننا النهارده هدى والنجم احمد زاهر.